سلامات، ما فيك شيء، يلا تعال. ما فيك الا العافيه، مغص بسيط، لا تاكلين دهن ولا مطعم، اوكي؟ لين تصيرين زينه، راح اصرف لك مسكن بسيط. تاخذونه من الصيدليه. بس شي خاص. خلاص؟ ايه ما عليها شر ان شاء الله. اوكي يلا يعطيك العافيه. دكتور اذا تعبت مره ثانيه اجيبها ولا شنو؟ لا ما له داعي، بس اذا العوار استمر معاي بيها ليش لا؟ يعني تدري وحيدتي وشي واخاف عليها وحاتيها. الله يخليها لك ان شاء الله، بس ما عليها الا العافيه. تسلم. زين اذا تعبت ويبتها مره ثانيه انت راح تكون موجود ولا في احد ثاني؟ بسم الله عليها، اذا صار فيها شيء بيها، ومو شرط اكون موجود، اي احد ممكن يشوفها. اوكي. اسكر الباب ولا اخليه مبطل؟ لا خليه مبطل. اكيد. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. مع السلامه. أميرة تعالي. سيدي القاضي، إن حديث الاتهام ثقيل جدا على موكلتي، فقد جاء مجهدا في حقها. كيف تهون الأمانة إلا من هانت عليه نفسه؟ سيدي القاضي، إن موكلتي كلثم عبد الرزاق قد سجنت وانحرمت من حريتها لأكثر من 22 عاما ظلما دون ارتكابها لأية جريمة. لذا تقدمنا بإعادة فتح ملف القضايا المحكومة بها موكلتي لبيان الحق فيها. لذلك نلتمس من عدالة المحكمة السماح لسماع شاهد الإثبات على كل ما تم تقديمه من دفاع. شاهد شمس تفضل. قول وراي، اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. انا اقول الحق. انا اقول الحق. ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. السيدة شمة، ما هو تعليقك على القضية؟ كلش فخورة، دكتور نوح عمره 37 سنة ومو متزوج ولا خطب، وتوقع انه مر بتجربة فاشلة، بس هذه احتمالية مو أكيد، والأم تبي أحفاد فتبي تزوج ولدها بأسرع وقت. الله الله الله، متى عرفتي كل هذا؟ أنت لو ما أعطيتني 5 دقائق بعد كان عرفتك آخر الأخبار، وعرفتك وين يروح وين يرد. كلش مالي خلق هالسوالف، بعدين أنا ما أحس نفسي مستعدة. فخورة تعالي، وين رايحة؟ بعدين أقول لك. بس ما أدري شو أسوي والله. سامحيني يا كلثم، أنا ظلمتك وأذيتك، أبيك تحلليني، هذه مو غلطتك. الله أبيك تسامحيني وتدعي لي بالرحمة. حسبي الله. أنا كل يوم قاعدة أموت 100 مرة. حكمة المحكمة ببراءة المتهمة كلثم عبد الرزاق لما أسند إليها. روعد الجلسة.
ايش فيك؟ عسى ما شلت الدنيا مو طايره. دامك مو قادره تربين عيالك شان ربطتيهم في البيت بدل لا يذون خلق الله. نعم؟ ايش قلت؟ انت تتكلم عن تربيتي بعيالي؟ انت تدري انا سويت عشان عيالي واكبرهم وربيهم؟ انا تخليت عن وظيفتي. انا كنت اجامل من خمس البير اريق واودي المدارس وارجعهم واغديهم العب وياهم. ما انام الا ثنتين الفير، لا رفيجات لا تواصل اجتماعي، ما عندي حياه غير عيالي. اخر شيء بكل برود تقولي رب عيالك؟ الحين تعتذر؟ اقولك اعتذر. نزل من السيارة. يلا يلا خلي لكم الحرامي. تعبانة دكتور، صداع صداع فظيع كل يوم يحوشني، ولما قعد من النوم جسمي ينمل ورعشة جسمي مو طبيعية. تحسين إن الصداع مرتبط شعوره مع الرعشة اللي عندك؟ يمكن. زين الصداع توه ولا من زمان؟ توه. لا من زمان، يعني صار لفترة. تعبت. شلون صابر على نفسك للحين؟ ما يصير تهدي نفسك كذي، قوم معي يلا. وين؟ غرفة الأشعة. لا دكتور بس خل أفهم لك. لا بس ولا شيء، نسوي لك أشعة حق راسك ونتطمن. يلا أنا قومي قومي قومي. إن شاء الله. بس تمام التمام، إحنا كذي جاهزين. حاولي تظلين ثابتة لمدة 45 دقيقة علشان النتيجة تصير واضحة وصحيحة، تمام؟ الله 45 دقيقة؟ 45 دقيقة. تحركين إن شاء الله.